السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء طلاب الفرقة الرابعة مقرر محاضرة دورية رابعة شعبة تسويق. إن شاء الله المحاضرة دي بتتكلم كلها عن المشروعات البحثية للطلاب اللي هم مش هيتخرجوا الترم ده واللي هيكون مطلوب منهم مشروع بحثي. فأنا هعرض على حضراتكم إيه الخطوات اللي هتتم، وفي نفس الوقت إيه الأبحاث العناوين الأبحاث المقترحة في المنهج، تمام؟ وانتوا بتدي وبعد كده نشتغل من خلالها ان شاء الله. يلا كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يوفقكم يا رب العالمين ويصلح حالكم ويحافظ على اهليكم ويحفظ مصر اجمعين يا رب. طبعا اول حاجة هنكتبها صفحة الغلاف، ودي هتجي لها مرحلة هقولك الغلاف هتكتب فيه ايه بالظبط. لكن عناصر البحث بعد الغلاف بقى، عناصر البحث هكتب ايه؟ هكتب المقدمة. ايه هي المقدمة؟ تمام، مقدمة البحث ان انت بتبتدي المقدمة دي المفروض ان انت بتهيئ القارئ اللي هيقرا البحث بتاعك يفهم انت عايز تتكلم عن ايه. تمام، طيب انا عايز اتكلم عن ايه، هي دي المقدمة اللي انا بقولها من خلال ايه، من خلال فقرتين ثلاثة اربعة. تمام، بوضح من خلالها انا عايز اتكلم عن ايه. طيب وبعدين بعد كده، تمام، بجيبها منين؟ واحد يقول لي هجيبها منين يا دكتور؟ ممكن تجيبها من المرجع العلمي اللي معاك، ممكن تجيبها من النت، ممكن تجيبها من اي مصدر تاني. المهم ان انت قدر الامكان يبقى انت عندك المقدمة بالنسبة لك ايه، واضحة، تمام، بتغطي بيها العناصر اللي بتتكلم عليها. تمام، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل مع كل عنوان بحث من الابحاث. تمام، ازاي اغطي العنوان بتاعي في المقدمة، وهنشوف وهشرحه بالتفصيل. بس الاول النهاردة احنا بنتكلم على ايه هي العناصر الرئيسية للبحث. تمام، ازاي انا هعمله، تمام، الاطار العام للتقييم ايه، وبعدين بعد كده من هينزل فيديوهين تانيين يتكلم عن او ثلاثة يتكلم عن كل بحث من الابحاث المفروض اتكلم عليه ازاي، اغطيه ازاي، اعمل ايه، بحيث ان انا قدر الامكان اكون وصلت لك انت هتعمل ايه، وانت الكلام ده تقول مضمون وتكتبه من خلال المادة العلمية اللي معاك ومن خلال المراجع العلمية اللي احنا هنستند اليها. طيب يبقى المقدمة خلاص خلصناها. بعد كده نيجي للنقطة التانية، الهدف من البحث. ايه الهدف من البحث؟ الهدف من البحث معناها ببساطة انا عايز اوصل لايه. لما اجي اقول لك مثلا قياس وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، يبقى الهدف ايه؟ اوصل لوعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية. طب عشان اوصل للوعاء ده هعمل ايه؟ هحدد ايرادات وحدد التكاليف، وبعدين بعد كده اطبق نموذج. يبقى لازم الهدف بتاعي، عشان هنا ممكن يبقى هدف واحد يغطي العنوان، وممكن الهدف ده يتقسم الى مجموعة من الاهداف الفرعية. تمام، الهدف الرئيسي ده ممكن اقسمه لكذا هدف فرعي. تمام، المهم ان في النهاية لما اعمل اللي هوصل له ده يغطي لي عنوان البحث بتاعي. يبقى الهدف هو ما اسعى الوصول اليه، اللي انا بسعى الوصول اليه في نقطة نقطتين ثلاثة. مهم ان الهدف في النهاية تاني بقولها يغطي عنوان البحث. يبقى لازم الهدف اللي انت هتقوله يغطي عنوان البحث، او مجموعة الاهداف اللي انت هتقولها تغطي عنوان البحث. يبقى العنوان اللي احنا بنقوله ده الاطار العام اللي لازم انا اغطيه من خلال كل حاجة، مقدمة، هدف، كله. طيب هننقل على العنصر التالت، ثالثا الدراسات السابقة في موضوع البحث. يعني ايه الدراسات السابقة في موضوع البحث؟ تمام، الدراسات السابقة في موضوع البحث، هل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه العنوان ده حد اتكلم فيه قبل كده؟ طب دي يا دكتور هجيبها منين؟ تمام، ممكن تجيبها، هتجيبها من النت. لو في دراسات سابقة في موضوع البحث هتجيبها من النت مثلا. هل في حد اتقال في الموضوع مثلا؟ العنوان اللي عندك ده تدخل على النت هتحطه، هل في حد اتكلم فيه؟ طب هل العنوان ده محدش اتكلم في العنوان؟ طب هل حد اتكلم في متغير منه ودرسنا الترم اللي فات المتغير المستقل والمتغير التابع؟ هل حد اتكلم عن المتغير لوحده ده؟ طب حد اتكلم على التاني؟ معلش هتتعب شوية هتدخل، بس مش هتاخد وقت من ده، هي نص ساعة هتدخل على جوجل الباحث العلمي او بنك المعرفة المصري، هتوصل للدراسات السابقة اللي اتكلمت في موضوع البحث. طيب وبعدين بعد كده هتبتدي انت هتجمع، لو انت هتعمل دراسة تطبيقية انت هتجمع بياناتك ازاي. طبعا بعد الدراسات السابقة في موضوع البحث هشوف لو في جمع بيانات، لو انا عندي دراسة ميدانية هجمعها.
طب ما عنديش دراسة بيانية، هبتدي في الموضوع بقى نفسه، موضوع البحث اللي انا هتكلم فيه الاطار النظري للبحث بتاعي اللي هو ايه، هشرح فيه بقى الخطوات اللي انا عايزها، عايز اوصل مثلا لمفهوم الضريب على الاشخاص الاعتباري، هقول المفهوم تمام، هوصل الاهداف، وزي ما انا هقول لك العناصر اللي هتبتدي تسترشد بيها او الاسترشاديه اللي انت هتعتمد عليها من خلال البحث بتاعك لكل بحث من الابحاث ايه. كويس، بعد كده نوصل لايه، ايه هي النتائج اللي انت وصلت لها؟ يعني ايه النتائج اللي انا وصلت لها؟ ما انا عندي هدف، الهدف قياس الوعاء الضريبي، يبقى النتيجه ايه؟ ان هناك نموذج يمكن تطبيقه للوصول الى النتيجه، ان بتطبيق معايير ضوابط الايرادات والتكاليف اقدر اوصل ليه؟ تمام؟ اقدر اقيس وعاء الضريبي، ان لازم في مجموعه من الضوابط شروط للتكاليف واجبه الخصم لازم اطبقها عشان اقدر اقيس التكاليف كويس، ان في مجموعه من خصائص ضريبه القيمه المضافه ومراحل لو ما طبقتهاش مش هقدر احسب الضريبه على القيمه المضافه، ان الضريبه الجمركيه ليها انواع وكذا، ولازم الانواع دي في النهايه اثبتت الدراسه بتاعتي ان الانواع دي كل نوع منهم ايه مزاياه وايه عيوبه، يبقى انت هنا اهم النتائج اللي انت بتتكلم عليها. طبعا نقطه مهمه، تحديد فونتات كتابه المشروع البحثي، هو المشروع البحثي هيتكتب ازاي؟ ما هو قال لي في المشروع البحثي اريال تمام 16، هنتكلم 16 والعناوين اريال 16 بولد تمام، يبقى انا هنا خلاص متحدد ده الخط اللي هعتمده، اللي هعتمده اريال 16 والعناوين اريال 16 بولد تمام. طيب انا جبت مراجع، جبت الكتاب اللي معاك، لو انت معاك كتاب هتكتب المرجع بتاعك، اسم الدكتور واسم الكتاب ولو في ناشر او في سنة نشر والصفحات من هنا تمام، ده المراجع. طب انا جبت كمان مرجع من على النت، اكتب برضو اسم الدكتور واسم الكتاب او البحث تمام او المقالة، جبت مرجعين ثلاثة، يبقى لازم المرجع اللي هي التوثيق. ودايما لما بنقل، لما باجي في البحث العلمي، البحث العلمي ما بينقلش، البحث العلمي بيعتمد على ان انت تمام بتفهم الكلام اللي مكتوب وتبتدي تمام تقوله بصياغتك، تبتدي تشرحه باسلوبك اللي انت فهمته هو اللي انت بتكتبه، ما بنقلش مسطره، وبالتالي ما يجيش حد يقول لي ايه، ما هو طالما المرجع واحد يبقى احنا كلنا هنكون زي بعض، لا تمام، انت بتكتب باسلوبك الصعب ان كل احنا الاثنين نكتب نفس الاسلوب بنفس الطريقه، بتعيد صياغه الحاجه باللي انت فهمته، وعشان كده لما يبقى عندي مرجع واثنين وثلاثه انا بجمع بين المراجع دي كلها، وبالتالي بيبقى عندي بقول ان انا اعتمدت على المرجع ده والمرجع ده والمرجع ده، ادي ده قال كذا وده قال كذا وانا رايي كذا. طب لو انا اخد حاجه بالنص بقول ان ده قال كذا وده قال كذا وانا رايي، لازم الباحث يبقى دي رايي، والراي ده بتعبر عنه من خلال البحث بتاعك اللي يوضح من خلاله انت بتتكلم في ايه. تمام يا ولاد، يبقى ده كده بالنسبه لنا عناصر البحث. يبقى انا هنقول المقدمه، طبعا صفحه العنوان دي هنجي لها دلوقتي حالا تمام، بعد كده الهدف، الدراسات السابقه لو موجوده عندي، وبعدين هنبتدي قبل الدراسات السابقه او قبل الجمع، بعد الدراسات السابقه او قبل جمع البيانات هتكتب الاطار النظري للبحث اللي انت هتشتغل عليه، واللي انا عناصره محددها لك في كل بحث انت المفروض تغطي ايه من العناصر دي. وبعدين نوصل لو في اسلوب جمع بيانات، لو هتعمل بيداني او تحليل البيانات، واهم النتائج اللي هنوصل ليها. تمام يا اولاد، وبعدين في النهايه المراجع، يبقى مقدمه تمام، هدف، دراسات سابقه، جمع بيانات، دراسات سابقه، اطار نظري، جمع بيانات ونتائج وصلنا لها، وبعدين المراجع اللي هنعتمد عليها، دي عناصر ثابته تمام، ما ينفعش نفوت عنصر منها. ماشي، ننقل على السلايد اللي بعديها. ضوابط عامه يلزم الالتزام بها، لازم في الطالب في الصفحه الاولى بيكتب البحث وبيكتب باريال بورد 16، اسم المقرر بيكتب محاسبه ضريبة 2، اسم استاذ الماده اللي هو انا دكتور حسين محمد سليمان، عنوان البحث اللي انت اخترته تمام، ده في صفحه لوحده. يا شباب لو سمحتوا ما ينفعش ندخل المقدمه على حاجه دي، ده لازم، ده بيانات اساسيه في صفحه لوحدها بيتكتب عليها اسم المقرر واسم استاذ الماده وعنوان البحث، ده في صفحه لوحده تمام، بيتكتب البيانات دي في صفحه لوحدها. طيب وبعدين بعد كده بيبدا الكنترول بيستلمها، الكنترول بيحط رقم سري وبيبعتها لنا تمام. تاني ما بكتبش اسم الطالب، الطالب ما بيكتبش اسمه في اي حاجه جوه البحث، انت ما بتكتبش اسمك جوه البحث، انت الايميل هو اللي بيتبعت على الكنترول وهم بيشيلوا الاسم وبيبعتهولي من غير اسماء، يعني اوعى طالب يكتب اسمه جوه البحث تمام.
دي بس نقطة تكون واضحة لينا كلنا. إيه انت والايميل اصلا معروف بالاسم والاي دي، هما بيحطوا لي الكنترول رقم سري ويبعتهولي. دي مش قضيتك انت، انت ضروري بس تركز على حاجة واحدة، ان انت تمام تكتب اسم المقرر، اسم استاذ المقرر اللي هو اسمي، وعنوان البحث اللي انت اخترته. تمام ماشي اوكي. السؤال هيجي كل الطلبة هتبتدي تسأل فيه، هو يا ترى انا هيتم تقييم البحث بتاعي ازاي؟ تمام، هو نجاح ورسوب ما هوش تقدير، بس هيقيم على اساس ايه؟ ازاي اضمن ان البحث بتاعي هيعدي من غير ما يبقى فيه اي مشكلة ومش هضطر ان انا اعيده من تاني؟ واحد، ان المحتوى اللي انت جايبه يكون محتوى مميز، يعني حاطط فيه عناصر كويسة، حاطط فيه عناصر تغطي الموضوع ده. واحد، لازم يكون المحتوى اللي انت هتقوله، الموضوع اللي انت هتتكلم عليه يتطابق مع عنوان البحث. عشان كده انا عملت عناصر استرشاديه في كل بحث من الابحاث، بحيث ان انت من خلالها ما قدر الامكان تغطي العناصر دي. عايز تزود اوكي، لكن لازم العناصر دي تتغطى، بحيث ان انا قدر الامكان لو انت غطيتها كويس يبقى انت ضمنت ان انت المحتوى يتطابق مع عنوان البحث. طيب البحث بتاعك مرتبط بالمقرر الدراسي، لما انت التزمت بالابحاث اللي موجوده اخترت طبعا بحث منهم، يبقى البحث هيكون مرتبط بالمقرر، مش هيبقى فيه مشكله. تمام، المنهج العلمي الذي اتبعه البحث، يعني ايه منهج علمي؟ يعني انا بالنسبه لي دلوقتي لما اجي ابص كده، انت اعتمدت ان انت بتنقل تمام وتحلل، ولا بنقل بس واحطه ورا بعض رص، ولا باخد الكلام واقعد احلله واناقشه وافهمه واتناقش فيه واقول مضمونه وخلصت وانا فهمت ايه وصلت لايه واتفق مع ايه ولا لا؟ وقلنا قبل كده وخدناها الترم اللي فات، منهج استقرائي ولا استنباطي؟ يا ترى انا بفكر بعتمد على منهج تفكير، ولا ان انا هعتمد على ايه؟ ايه المنهج اللي انا هعتمد عليه؟ يعني هعتمد على ان انا انقل بس تمام واحلل، ولا اعتمد على بيانات وارقام، ولا ايه؟ مش هنرجع للتفصيل، انت قدر الامكان ببساطه عشان ما صعبش عليك الدنيا، وعشان الناس تقول لك خلاص احنا نسينا يا دكتور مناهج البحث. تمام، واحد يقول لك فعلا تمام انا عارف. يبقى كل اللي ببساطه كده، كل اللي مطلوب منك ان انت الحاجه اللي المرجع اللي انت هتعتمد عليه تحلل اللي فيه، تاخده بمضمون مش بالنقل مش مسطره. طيب تغطيه عناصر موضوع البحث وترتيبها منطقيا، ودي نقطة لو انت التزمت بالعناوين اللي موجودة هتلاقي ان العناوين مغطية العنوان، يبقى دي كمان خلاص حققناها. تمام، الامانة العلمية، ما ينفعش انقل من غير ما اقول ان انا بنقل، ما ينفعش اقتبس من غير ما قلت ان انا اقتبست من مين. من مين هنا مش معناها زميلك، اوعى حد ينقل من حد، لو بحثين زي بعض تمام هتاخد وهتسقطه. تمام، يبقى مادة المفروض ان انت تخلص منها هتعمل تاني، لو بحثين زي بعض تمام منقولين هتسقط، ملوش لازم. احنا معاكم ونساعدكم، انا عامل العناصر عشان اساعدك. تمام، يبقى انت قدر الامكان التزم بيها. هنا بنقول ايه؟ ان الطالب امانه علميه، يعني انا خدت المرجع من الكتاب، هقول انا خدت الفقره دي، العنوان ده، العناوين دي كلها، ورحت جبت من، وقدر الامكان عندك الكتاب وعندك حاجات تانية جنبيه، عندك مراجع على النت، عندك بنك المعرفه، عندك جوجل الباحث العلمي. جوجل البحث العلمي، تكتب في جوجل الباحث العلمي وتخش تكتب العنوان اللي انت عايزه وهيديك، يبقى انا عندي كذا مرجع مش مرجع بس، يبقى انا كده تمام. طبعا تاني بيتكلم على الكتابه، العناوين 16 اريال 16 بولد تمام، وديك مسافه الهوامش وتباعد الاسطر سنجل. طيب قدر الامكان كل ما بتحلل وتقدر تبتكر كل ما بيكون ده افضل. طب المراجع، جبت لي مرجع من سنه 80 واحنا في 2020، يعني من 40 سنه ملوش لازمه. طب انا عايز مراجع حديث، يعني الكتاب اللي معاك ده ايه؟ 2020، اوكي ده مرجع حديث. طب عايز مراجع تانيه مش واحد بس، ما هو في قائمه المراجع. تمام، طيب هل هنا يجي بقى نقطه ايه؟ توثيق المراجع بطريقه صحيحه. يعني ايه توثيق المراجع بطريقه صحيحه؟ تمام، يعني ودي نقطه هقول لكم عليها وكتبناها خدناها الترم اللي فات، ازاي توثق المراجع، بس هقول لك ازاي نوثق المراجع في الاسلايد اللي جاي. تمام، الاخراج الفني للبحث، يعني البحث مثلا المظبوط مش كاتب كلمتين وسايب بقيه السطر فاضي وناقل على النقطه اللي بعديها، تحس ان الجمل مش مترابطه، الجمله منتهيه، جمله انتهت خلاص يبقى في فول ستوب، لا جمله وراها جمله تانية مرتبطين ببعض يبقى في فاصله. تمام، العبارات شكلها في ضبط ليها. تمام، هوضحها لك وهنزلها لك وانا بكتب وانا بشرح اي عنوان من عناوين الابحاث، عشان برضو تبقى الدنيا بالنسبة لإيه ليكو واضحة.
طيب خلاص خلصنا نقطة الإخراج الفني. تمام، دلوقتي يا شباب هنبتدي نتكلم على موضوع الدراسات السابقة وازاي احنا عندنا بحثين. طب ازاي هنجيب الدراسات السابقة وده مطلوب؟ هكتب طبعا انا عايز ادور على جوجل البحث العلمي، تمام، وبالتالي هكتب www. تمام google.com يجي advanced search، البحث المتقدم او البحث العلمي المتقدم من جوجل، وبالتالي انا بعمل اهو بدخل على جوجل advanced search، تمام، بيطلع لي الصفحة دي. يبقى تاني يا شباب نرجع تاني كده، تمام، انا عملت ايه؟ انت جبت جوجل عادي اهو، كتبت بعد كده www دوت، وبعدين كتبنا جوجل، تمام، ادفانسد او جوجل دوت كوم اي جي ادفانسد سيرش، اهي صورها وخش اكتبها تاني بعد كده عشان تطلع لك اهو، تمام. بعد كده رحنا حاطين مختارين على جوجل ادفانسد سيرش اهي، تمام، ونبتدي. احنا عندنا عنوان، العنوان البحث اللي احنا بنشتغل عليه، تعالى كده مع بعض ونشوف هو العنوان الاولاني او العنوان بتاعنا اللي احنا شغالين عليه ده، تمام. طب تعالى نشوف، ناخد كوبي منه ونبتدي نروح بعد كده نكتب هنا اهو، ادي العنوان. طيب انا بتكلم على دراسة تحليلية لمعيار المحاسبة الدولي رقم واحد عرض القوائم المالية. بلاش اقول رقم واحد، اقول على طول عرض القوائم الايه المالية. تعالى انت عايزه بانهي لغه؟ ابتدي اقول له انا عايزه بمثلا اللغه العربيه، لو انا هجيبه عربي خلينا نقول عربي، احنا مش هنجيب انجليزي دلوقتي يعني، العربيه. طيب انت عايزه في انهي منطقه؟ اي منطقه في اي وقت، خلينا نقول خلال العام الماضي مثلا، تمام، او ان انا اقول في اي وقت وخلاص واسيبها مفتوحه وباخد الاحد. خلينا الاول ندور على العام الايه الماضي. في اي مكان في الصفحة انا عايز الكلام ده في عنوان الصفحة عشان يبقى مركز. طيب عايز اي تنسيق؟ يعني ايه تنسيق؟ يعني عايز وورد ولا بي دي اف ولا باور بوينت ولا ايه؟ وبالتالي انا هقول انا عايزه بس بي دي اف، تمام. طب اقول له اوكي دور كده، تمام، ما ادانيش حاجة اتكتبت في الموضوع ده السنة اللي فاتت. طب نرجع شوية ونقول له، طب خلينا بقى بدل ما نقول له في اي، هنقول اللغة تاني، نكتب اللغة، تمام، العربية، وفي اي وقت نخليها بقى في اي وقت، تمام، وخليها هنا في اي تنسيق بدل ما كنا بنتكلم على البي دي اف بس ونشوف فيه حاجه ولا لا. ابتدى هو يقول لي مجرد ما انت فتحت الفتره بدا يقول لك في حاجات، وقال لك ايه؟ تمام، مقالات اكاديميه حول دراسه تحليليه لمعيار المحاسبه الدولي عرض القوائم الماليه، تمام. طيب دراسه تحليليه مشاكل القياس والافصاح عن انخفاض، ايه الدراسه؟ تعالى نشوف دي كده، نضغط عليها. دي عبارة عن ايه؟ دي مقالة. المقالة دي اتعملت امتى؟ اتعملت من حوالي 13 سنة، تمام. دي في بني سويف، عبارة عن في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، دراسة تحليلية لمشاكل القياس والإفصاح عن انخفاض قيمة الأصول في ضوء المعايير. هو عشان لقى كلمة معيار فقال لك في ضوء المعايير. في ضوء المعايير ككل هيبقى العنوان ده بعيد عني، وما ينفعش اخد العنوان ده. ليه؟ لان هنا بيتكلم عن المعايير كلها مش على معيار رقم واحد، وبالتالي مش هقدر اقوله. يبقى الدراسه دي نقفلها كده ونروح نقول نرجع تاني ومن الاول. طب ندور على دراسه تانية. ده بيتكلم مثلا على التقارير الماليه. التقارير الماليه، طب احنا بنتكلم على التقارير الماليه ولا بنتكلم على، تمام، عرض القوائم المالية، تمام. طيب ها، دي دراسة لدكتورة هبة جمال، وادي البحث بتاعها، بيتكلم عن الدراسة وأهميتها وإزاي الفترة بتاعتها كانت إيه و ده بتتكلم عن التقارير المالية. هل يا ترى ممكن يعني نشوف التقارير المالية هتقول ايه؟ وهيتكلم اكيد جواها عن معايير ممكن الدراسة دي تساعدني، وبالتالي اقول خلاص اسيبها ممكن انها تفيدني. اخدها بقى اعمل منها، اعمل لها داونلود واجيبها. طب في حاجة تانية، عندي المعايير المحاسبية والاداء المالي. ده بيتكلم عن معيار ايه؟ قوائم التدفقات النقدية، مش ده المطلوب. اذا انت هتبتدي تعمل ايه؟ كل شوية هتدور. ده واحد يقول لي يا دكتور ده انا ممكن في الشكل ده ملاقيش كتير، ما انا مش شرط الاقي كتير، المهم ان الاقي دراسة او دراستين في الموضوع.
تمام يساعدون، دي دراسة في جامعة الملك عبد العزيز. المعايير المحاسبية السعودية بين التبني، ويتكلم عن المعايير دي دراسة تحليلية ليها، وازاي المعيار بيعمل ايه وايه المطلوب منه. بس دي دراسة قديمة 1412، واحنا 1400 مش عارف 41، احنا بنتكلم في حدود 28 سنة، فدراسة قديمة. تمام طب واحد هيجي يقول لي طب لو انا يا دكتور دورت وما لقيتش، طبعا هنا ده احنا كل ده في الصفحة الأولى. طب تعالى نشوف التانية، نضغط على اتنين كده هتلاقي في حاجة تانية موجودة ولا لأ. دي مجلة اقتصاد المال والأعمال، وادي المقالة وادي الكاتب. تمام العنوان بيتكلم عن المعايير المحاسبية بصفة عامة ككل، مش في معيار واحد بس. وممكن اروح لثلاثة يعني في النهاية هتلاقي عندك. تمام ممكن لو لقيت العنوان حاسس ان هو كبير متكتب كده، تمام بلاش نشيل ده خالص كده، خليها عرض القوائم المالية. وهنشوف كده لو انا دورت على عرض القوائم المالية بس، تمام هيجي هيديني ايه، هشوف اهو. ما هو انا عايز اركز العنوان، الاقي عندي في حاجة في العنوان بس عرض القوائم المالية، هل هيديني في الكلمة دي فيها حاجات خاصة بيها؟ واضح ان في مقالة دي موجودة اهي 2018 فوق اهي، باين انها تنزل 2018. دي بتتكلم عن عرض القوائم المالية، بيتكلم عن النطاق عن التعريفات، ده المعيار نفسه. هو هنا نزل لك المعيار نفسه ككل، عرض القوائم المالية ايه هو. طيب تبسيط ده جريدة المحاسبين، مقالة في مجلة المحاسبين عن تبسيط معيار عرض القوائم المالية 2014، دي مقالة تانية. تمام بيتكلم ايه الهدف من المعيار وايه الملخص وكذا. المهم تمام بعد الجزء ده انا كده وضحت لك حاجة مهمة، وضحت لك انت ازاي هتجيب، هتلاقي عندك ازاي تدور اكتر اعداد وعرض قوائم المالية وكل المعايير. تعال نشوف هتلاقي مقالة كمان. طب انا عايز كام دراسة؟ اي واحد يقول له هو انا عايز كام دراسة يا دكتور، يعني ايه المطلوب مني حبيبي؟ انت مش مطالب منك غير دراسة او اتنين بالكتير، عشان انت في الاول والاخر تمام احنا لسه بنتكلم، احنا مجرد بنتعلم، بنعلمك ازاي يبقى عندك بحث علمي، ازاي تبقى انت بتفكر كبحث علمي بشكل ايه سليم، وبالتالي مش محتاج ان انت تقعد تدور كتير. طيب كده نقفل بيه خلاص ونرجع تاني لل، يبقى شباب بعد ما تعرضنا للجزء الاولاني اتكلمنا عن المقدمة، وقلنا المقدمة بتغطي فقرتين او ثلاثة بتهيئ القارئ فيهم ان انت تتناول المعيار المحاسبة رقم واحد عرض القوائم المالية. بعد كده هنقول الهدف، الهدف ان انت تعمل ايه، تدرس مختلف الجوانب والمعالجات المحاسبية والمبادئ التي يستند عليها المعيار. تمام اوصل لتلخيص ليه اقدر من خلاله اي حد يقدر يفهم المعيار من خلال السيرش او من خلال البحث اللي انا بعمله. بعد كده نبدا للنقطه، ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي ايه، الدراسات السابقه. الدراسات السابقه اتكلمنا عليها في السلايد اللي فات، قلنا ان الدراسات السابقه تمام انت بتتكلم على ايه، على دراسه او اتنين، انا مش عايز دراسات كتيره. انت مش مطالب ان انت تكتب دراسات كتيره قد ما مطالب ان انت تتعلم ازاي تعمل سيرش وازاي تطلع دراسه سابقه وازاي تكتبها. طب الدراسه السابقه اللي انا هجيبها دي ما قلتلناش يا دكتور هنكتب منها ايه؟ هتكتب الدراسة اسم الكاتب والسنة بتاعتها، تمام، والدراسة دي أهم نتائج وصل عايز أو نطاقها إيه، درست إيه، وأهم النتائج اللي وصلت ليها إيه، في قد إيه يعني، في نص صفحة تلات أرباع صفحة، في نقاط محددة مش سلطة مش ورا بعض. طيب بعد كده بعد ما هتكلم عن الدراسات السابقة هعمل إيه؟ هاجي أتكلم عن موضوع البحث. موضوع البحث انا كاتب لك هنا مجموعه من العناصر، العناصر دي موجوده فين؟ موجوده في الكتاب. هو انا هستخدم الكتاب؟ اه
كتاب بالنسبة لك مرجع رئيسي، كتاب بالنسبة لك ده كتاب اخد ترقيم دولي، تمام، مرجع من المراجع اللي بيعتمد عليها، اللي بنعتمد عليها في دراستنا، وبالتالي بقدر من خلاله ان انا تمام اشتغل عليه باسم المؤلفين، اسمي واسم دكتورة، اسمي دكتور حسين محمد سليمان ودكتورة رانيا حمادة، اسم الكتاب المحاسبة الدولية بين النظرية والتطبيق. بعد كده بنبدأ نقول ايه، ان الكتاب ده ليه ناشر، تمام، ملوش ناشر، سنة 2020، وتبتدي تاخد الصفحات اللي انت هتاخد. طب اوكي، هاخد ايه؟ انا هتكلم عن عناصر، العناصر دي هتلاقيها موجودة في الكتاب، هلاقيها موجودة في الكتاب، هتلاقي موجود في الكتاب نطاق المعيار، يعني ده موجود، يعني انا هنقله، مش هتنقله يا حبيبي، انت هتلخصه باسلوبك اللي انت فهمته، اللي احنا اتكلمنا عليه انت هتلخصه باسلوبك، تمام؟ طيب، اهم القوائم موجودة اللي هي ايه؟ قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة تغير حقوق الملكية، قائمة التطبيقات النقدية، الايداعات المتممة. اهم المصطلحات ايه يعني مقصود بيها؟ المصطلحات اللي تناولها المعيار. طب دي موجودة في الكتاب؟ موجودة في الكتاب، والاعتبارات العامة موجودة. طب هل يا دكتور لو انا في حالات عملية هل اقدر تمام اكتب الحالات العملية دي واستند ليها وانا بشرح في المعيار بتاعي؟ تمام، طبعا لازم تكتبها وانت بتشرح في المعيار بتاعك، تمام، عشان توضح انت بتتكلم ازاي، ومهم في اطار التعليمات اداره المعهد، اللي هي انت بتتكلم على كام صفحه وكام سطر وبورد كام، تمام، التعليمات العامه اللي انت عارفها في كل الابحاث اللي هيتم اجراءها، تمام، ليك، اللي هي تمام معلنه. طيب، هتكلم في النهايه على النتائج اللي انت وصلت لها، الخلاصه اللي انت قلته او الخلاصه اللي انت وصلت لها، تم عرض المعيار، النطاق بتاعه، تمام، واهم القوائم اللي بيتعرض ليها، وهتشمل كذا، في صفحه واحده بتعرض فيها ملخص اللي انت عرضته في البحث بتاعك. طيب، هو انا في قلق؟ لا، مفيش قلق، احنا معاكم، بس احنا عايزين نعلمكم ازاي تعملوا بحث علمي، تمام، من خلال الايه السيرش ده، خلاص، وطبعا الظروف اللي احنا العالم كله بيمر بيها. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هننتقل للبحث الثاني اللي هو خاص ب دراسة تحليلية، او بيتكلم عن الصفقات بالعملة الاجنبية، دراسة تحليلية الصفقات بالعملة الاجنبية، وهندور برضو على الايه، على دراسات سابقة ليه ونشرح لي. طيب في النهاية بعد ما هخلص الخلاصة هعمل المراجع، طبعا هتكتب المراجع. يعني ايه مراجع؟ يعني ايه مراجع؟ يعني اللي انت بتستند ليها ايه؟ اللي انا اتكلمت على، انا جبت الكتاب ادي مرجع، تمام، طب وانا جبت دراسة سابقة يبقى ده مرجع تاني. طب لو جبت كمان مرجع كمان كان موجود من كتاب زميل ليا في جامعة تانية حطيته مرجع، طب دخلت على بنك المعرفة تمام وجبت منه مرجع، يبقى دراسة رابعة، تمام، يبقى هنا انت، طب والدي اصلا كان عنده كتاب من زمان بس في نفس الموضوع ده وانا اقدر اعتمد عليه او اخويا اخده، يبقى مرجع خامس. رحت مكتبة المعهد وجبت مرجع موجود في الكلف، اوكي، اي حاجة مادتك بمعلومات دي بالنسبة لك مرجع. بنكتبها ازاي؟ تمام، بنكتب اسم المؤلف، وبعدين الكتاب او البحث، تمام، وبعدين الناشر، تمام، لو في ناشر، والطبعة لو فيها كذا طبعة، السنة، الصفحات اللي انت خدت منها، وهتلاقيها موجودة في سلايد هجيبها لك ازاي بيتكلم عن المراجع الخاصة ب، تمام، تكتبها ازاي، تمام يا شباب، كمل. دلوقتي مثلا دي رسالة من الرسائل، هنبتدي نشوف بالظبط ازاي بتتكلم عن المراجع بتاعتها، تعال نشوف كده، تمام، ادي مقدمة من الرسالة، تمام، تعالى ده مرجع من المراجع، المرجع مكتوب فين؟ ادي رقم واحد مثلا، ادي واحد اهو، ادي اهو، طب احطه ازاي هنا يا دكتور؟ تمام، هاجي عن ريفرنس فوق اهو، انا بتكلم على الوورد، ادي ريفرنس، ادي ريفرنس، ومن ريفرنس ببتدي اقول مثلا هروح جاي هنا عامل اد ليها، نفترض ان انا هروح جاي هكتب هنا في المرجع ده اهو، هنا هيبتدي يقول لي انسرت، انسرت، ضاف لي هنا ايه؟ واحد، يبقى ده كده بالنسبه لي انا بكتب مرجع، تمام، هيبتدي يكتب لي الايه؟ المرجع اللي انا هضيف، ادي هحط واحد، هنا ادي واحد، معناها ان الفقره دي مضمونها جاي من المرجع ده. طب كتبه ازاي؟ نلاقي بس دي كده، طب كتب ده ازاي؟ كتب اسم المرجع اهو، العنوان اسم الدكتور،
محمد حامد، وبعدين المرجع اهو تمام، ده صادر عن ايه؟ منظمة العمل العربية تمام. طبعا هنا حاطط السنة، ممكن السنة اكتبها هنا على طول، اكتب هنا 2006 وبعدين فاصلة تمام، وبعدين الصفحة، يبقى واشيل السنة من هنا خالص تمام، ممكن السنة تشال من هنا خالص تمام اهو، ويروح جاي عامل هنا ايه؟ اسم المرجع، اسم الدكتور، وبعدين الكتاب او البحث صادر عن ايه، الناشر بتاعه ايه، السنة، الصفحة. يبقى انا كده عملت المرجع تمام. طيب جه بعد كده ده مرجع تاني اهو، بص هو واحد جابه منين؟ تاني من النوافذ فوق اهو، ريفرنس، راح جاي حاطط على هنا وضاغط وعامل انسيرت اهو. حتى لو قلت على المرجع ده دلوقتي كده هيبتدي، لو وقفت عليه تمام هيبتدي يقول لي ان المرجع ده، مجرد ما وقفت عليه ورفعت ايدي اهو من على الماوس، نوال بن عمارة كذا، والمرجع اهو كتب المرجع، هتلاقي تحت اهو مكتوب واحد كذا، ولما جه هنا ضغط اتنين تمام بقى ده اتنين. طب لو جيت هنا دلوقتي عملت اهو مثلا، ورحت جاي حاطط، بس طبعا المسافة مش هتقضي، ورحت عامل ريفرنس تاني، المفروض هيديني على طول ايه؟ عشان ده انجليزي وده عربي فاداني من الاول، المفروض لو مترقم، لو معمول صح تمام، كان هيديني ايه؟ رقم 3 تمام. يبقى ده واحد وادي اتنين، اوكي. طيب يبقى انا هنا طبعا انت مش هتعتمد على مراجع كتيره، بس احنا برضو عمل ايه؟ اسم الدكتور، الكتاب صادر عن جامعه، ورقه عمل تمام اهو، اسم الدكتور، البحث او المقاله او البحث او المقاله، المجله، وبعدين بعد كده الجامعة والعدد والسنة تمام، وهنا اتقالت الكلام ده كويس جدا. يبقى انا هنا خلاص انا عرفت ازاي بوثق. هاجي في نهاية المفروض في نهاية البحث بتاعي، طبعا هو هنا عشان دي مش لسه في النهاية حاجات تانية، المفروض بعد كده هتبتدي تروح جاي هنا مثلا، عامل جاي هنا عامل كده قائمة تمام المراجع، وتبتدي تروح جاي عامل من هنا، وتبتدي تروح جاي مدخل ترتب المراجع اللي جات لك في الرسالة. هرتبها ازاي بقى يا اولاد؟ هرتبها ترتيب ابجدي، مثلا قائمة المراجع الاول هبتدي اقول مثلا الكتب، طبعا بنصنفها كده الكتب، واروح مرتبها ابجدي، وبعدين بعد الكتب بتبتدي مثلا لو في عندك الدوريات اللي هي الابحاث، وتروح جاي برضو ترتبها ابجدي، وبعدين بعد كده عندي الرسائل تمام، وروح مرتبها ابجدي، وبعدين عندي اخرى، اي مصادر اخرى بقى جبتها، مؤتمرات، حاجات دبليو 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 دوت مش عارف ايه تمام، اي حاجه تانية هتبتدي تروح جاي حاططها. يبقى هنا الكتب لوحدها، الدوريات لوحدها، الرسائل لوحدها، اخرى لوحدها، ده كده المراجع بتاعتي. انا كتبتها في تحت في كل صفحة من الصفحات زي ما احنا كده شفنا تمام. لو في عندي حاجة زي ما شفنا اهو، مثلا زي المرجع ده اللي احنا لسه شايفينه، وكمان بكتبها في الاخر، بس هنا بكتبها زي ما هي، وفي الاخر برتبها كل واحد حسب الفئة بتاعته تاني اهو، مش حدش يقول لي ما شفتش اهو تمام. قائمة المراجع تشمل الكتب لوحدها، الدوريات لوحدها، الرسائل لوحدها، اخرى لوحدها، كل واحده فيهم مترتبه ابجدي. واحد يقول لي طب لو ما عنديش دوريات وما عنديش رسائل وعندي كتب بس، اوكي حط الكتب بس ورتبها ابجدي. طب عندي هنا وهنا، هنا واحد وهنا اتنين، حط واحد هنا وحط اتنين، والاتنين رتبهم ابجدي، يبقى كده خلاص ما فيهاش مشكله. ده طبعا العربي لوحده والانجليزي لوحده لو في مراجع باللغه الانجليزيه تمام يا ولاد. يبقى كده خلاص عرفنا نقطه التوثيق، قلت لكم هوريها لكم. ده بحث تاني بيتكلم عن دراسة تحليلية للمعالجات المحسبية للصفقات بالعملة الأجنبية. أنت في البحث ده بتتكلم عن إيه؟ تمام؟ طبعا بعد ما اتكلمنا الأول عن المقدم، طيب وبعد ما اتكلمنا عن المقدمة تمام، اتكلمنا عن الهدف اللي أنا عايز أوصل له، أوصل إزاي؟ إيه هي التكييف المحاسبي أو المعالجة المحاسبية للصفقات بالعملة الأجنبية؟ وهل يا ترى ليها طرق مختلفة ولا طريقة واحدة؟ طب كل طريقة بنعمل من خلالها ايه؟ طيب بعد كده تمام هبدأ ايه؟ ده الهدف ان انا عايز اوصل ما هي المعالجة المحاسبية للصفقات العملة الأجنبية.
تأثيرها على القوائم المالية، سواء قائمة دخل أو قائمة مركز مالي. وبالتالي لازم العناصر اللي انت تغطيها بالنسبة لك اللي انا حاططها لك، اللي هي عبارة عن ايه؟ طب ده موجود في الكتاب؟ اه موجود في الكتاب، شرطك في الكتاب، الشرط رقم تقريبا 5. تمام؟ بيتكلم عن الصفقات بالعملة الأجنبية، ايه هي المقصود بالصفقة؟ تمام؟ بالعملة الأجنبية. تمام. ايه هي الصفقة؟ اي صفقة بتتم بعملة غير العملة المحلية اللي هي في النهاية انت هتسدد سداد اجل بعملة مختلفة عن العملة بتاعتك، عن عملة الدولة. يعني انا اشتريت ب10,000 دولار وهسدد تمام بعد شهر هسدد 10,000 دولار، وبالتالي التعملية دي بقت اصبحت عملة اجنبية. تمام. طب لو انا اشتريت ب10,000 دولار بس هسدد بالمصري، معناها ايه؟ ان انت هتيجي ال 10,000 دولار هتروح جاي عامل الفاتوره 10,000 دولار، الدولار النهارده بكام مثلا؟ 15.80. معناها انهم دول ال 10,000 معناها 158,000. يبقى لما هتيجي تسدد بعد شهر هتسدد 158,000، يا رب الدولار يبقى 160، ماليش دعوه بيه، يا رب الدولار يبقى تمام ب 15 ب 10، ماليش دعوه، انا هسدد ال 158,000. ليه؟ لان الفاتوره هنا اصبحت بالعمله المحليه. يبقى هنا لو الفاتوره بعمله اجنبيه ده اللي مقصود بالموضوع ده. طيب ايه هي انواع الصفقات بالعمله الاجنبيه؟ ما انا عندي صفقات سواء عمليه استيراد او عمليه تصدير. طب والاستيراد؟ استيراد عادي، واستيراد ان لازم المصدر الخارجي بيطلب مني ان انا لازم افتح اعتماد مستند، يبقى لازم اتعرض للنقطه دي. موجوده؟ اه موجوده. فطب في كذا طريقه، في طريقتين في الثلاثه، هنتكلم على طريقه الصفقه الواحده وطريقه ثنائيه الصفقه. تمام. وايه مزايا كل واحده فيهم وايه الانتقادات اللي بتوجه لكل واحده؟ بعد كده ايه هي المعالجه المحاسبيه ليها للطريقه دي، لطريقه الصفقه الواحده وطريقه ثنائيه الصفقه. ولو عمليه تصدير، طب ايه التكييف المحاسبي لعمليه التصدير؟ تمام. طيب انت بالعناصر اللي انت بتغطيها دي، طبعا توضيح عملي لازم يبقى في توضيح عملي. تمام. بلخص اللي موجود في الكتاب مع الدراسات السابقه، وطبعا انا برضو عشان ما اسيبكش وما تجيش تقول لي انا ما شفتش الدراسات السابقه للصفقات بالعمله الاجنبيه ممكن اجيبها ازاي، حالا هعمل لك في اللي جايه الدراسات السابقه للبحث الثاني. يبقى عشان يبقى عندك بحثين، انت معاك بحثين، ازاي تعمل سيرش للبحثين وازاي تطلع الدراسات السابقه ليهم. تمام. وازاي تكتب فيهم وهتكتب ايه وهتكتبه ازاي. خلاص. طيب تعال نشوف الدراسات السابقه هنكتب ايه. هنبدأ دلوقتي وهنبتدي هنكتب نفس الكلام www.google.com EG Advanced Search، وبالتالي هنبتدي نطلع على جوجل البحث العلمي ونكتب كده تمام الصفقات تمام بالعملة الأجنبية. طيب ونبتدي نشوف الأول، ما نحددش أهو، خلينا نقول بس اللغة، اللغة نقول إن اللغة اللي إحنا عايزينها، لو عايزين أعرف واحد يقول أنا كويس في الإنجليزي وممكن أجيب بالإنجليزي وأترجم، أوكي أكتبه إنجليزي اللي أسهل ليك أعمله. العربية أوعى تكتب العبرية. طيب هتبتدي هنا يقول لك ان الصفقات دي في ضوء المعيار 21، اه الصفقات بالعمله الاجنبيه بتتم. طب تعالى نشوف دي دراسه ولا ايه. تمام. هتلاقي ده بحث عندك يعني ده في صفحه فيس، نرجع معلش ده فيس نشوف مقاله. ده موقع بيتكلم عن ازاي بتتم المعالجة المحاسبية ليها. لا احنا لسه بقى خلينا نقول نحدد اضمن عشان ما تقعدش تتوه كتير. تمام. تعالى نقول ان احنا عايزين التنسيق بتاعنا اللي احنا عايزينه PDF. تمام اوكي. ده هو هيبتدي هنا البحث الثاني، هتلاقي مراجعه نسبيا اسهل واوضح ليك. تمام. وبالتالي هنشوف كده ايه هيكون موجود معانا. ادي البحث اهو، هتلاقي عندك اثر تغيرات اسعار صرف العملات الاجنبيه على القوائم الماليه في ضوء المعيار. يبقى انا هنا بالنسبه لي
تمام، ادي دراسه من الدراسات تحطها ضمن البحث اللي انت بتعمله باسم الدكتور تيجاني والدكتور والاستاذ امين، وادي عنوان اصل تغيرات الاسعار، البحث ده سنه كام، هندور عليه هنلاقي عندنا الدراسه دي موجوده مارس 2017، المجله اسم المجله مجله البشائر الاقتصاديه، المجلد الثالث العدد 1 مارس 2017، صاد كام البحث ده، صاد كام 100، اوعى تقول لي واحد، لا صاد كام اهي تحت اهي 152، من 152 لان البحث بيبقى ليه صفحات من الى، من 152 لكام تحت اهي ل 170، يبقى دي بحث عندي موجود اهو، دي دراسه. طب هاخد ايه منها يا دكتور؟ شفت البحث حاطط فيه كمان عملي ولا لا؟ اهو حاطط عملي عشان يقول لي ازاي يطبق الكلام، بيطبقه ازاي يعني، ده صح ان انا اكتبه؟ اه صح ان انت تكتبه. طيب والمصطلحات اللي موجوده لو في مصطلحات. طيب سؤال هنا، البحث ده لما باجي هاخد ايه؟ شفته حط مقدمه ولا ما حطش مقدمه؟ ما بقول لك فقرتين او ثلاثه اهو، ادي مقدمه اهي، وبعدين بعد كده طب طبيعه المش، هتلاقي هدف على طول، لازم اهميه ومنهجيه حدود، طبعا هو لتحقيق اهداف البحث، البحث دي مجموعه من الاهداف، هتلاقي لما تقرا المقاله بالتفصيل هتلاقي عنده هنا تمام في اهداف للبحث ده، اهداف اهي، اهداف البحث اهي، تتم في ايضاح فروقات سعر الصرف اجنبي وعلاقتها محاسبيه من خلال النقاط التاليه، ما هو ده برضه هيبقى تقريبا قرب الهدف اللي انت بتشتغل عليه، يبقى دي دراسه من الدراسات. طب تعالى نشوف واحده كمان، ادي العمليات المحاسبيه للعمله الاجنبيه، دي مجله المحاسب العربي تمام، دي مقاله مش بحث تمام اكاديمي، دي مقاله نازله عن مجله المحاسب العربي، تبقى ضعيفه، البحث بيبقى اضمن لان بيبقى في واحد مسؤول عنه، لكن مقاله نازله من غير هويه بتبقى فيها مشكله تمام. تعال نشوف ده بحث في 2009، دي بحث لثلاثة مؤلفين، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، عنوان البحث هو قراءة محاسبية في العمليات الأجنبية تمام. ده الملخص، البحث عبارة عن إيه، المقدمة والمنهجية، طبعا ده صاد كام، بادئ البحث من صاد كام، شوفوا هنا 197، يبقى اللي قبلها 196، يبقى البحث بادئ من 196 تمام، وهتلاقي العناصر اللي هو بيشملها، هتلاقي جواه هنا الهدف أهو، طبعا الخط طبعا عشان بيبقى بي دي اف ومحدش يحاول ينقله، فبيغيروا نوع الخط بحيث ان يبقى فيه صعب، ان في صعوبه ان انت حد يسرق منه تمام، وده صح مش غلط، عشان الناس اللي هي بتعمل سرقه، ده الكلام ده قبل ما يبقى فيه الاقتباس العلمي واللي بيبين مقدار السرقه اللي انت بتسرق او بتاخدها من اي حاجه ايه، عشان تبقى واضحه. طيب دي ادي مقاله تانية اهو، وهتدور هتلاقي بقى مقالات كتيرة بقى، ده انا ممكن طالما الموضوع كده اروح جاي كمان محدد تاني، ممكن اروح جاي وحاطط فترة انا عايز المقالات اللي تناولت الموضوع ده، طب لو جيت مثلا قلت ان انا بلاش في اي وقت في اخر سنة، هل في بقى؟ ممكن ملاقيش، طب لا لقينا اهو في صفقات نازلة في مقالات، انت شوف بص 17 يناير 2020 حديثة جدا، كل ما كانت الدراسات اللي انت بتعتمد عليها في البحث بتاعك حديثة، كل ما ده كان في صالح البحث بتاعك وبيديك قوة ان انت راجل ايه امين. طيب بكده ده الدراسات الايه السابقة، تعالى نقفل طبعا، انت في النهايه يا شباب هتكتبوا المراجع بنفس الطريقه اللي عملناها في البحث التاني، هتكتب المراجع قلناها ووضحنا لك ازاي تكتبها تمام،
هتكتب الخلاصة اللي انت تعرضت له واهم النتائج اللي وصلت لها، وبالشكل ده هيكون انت معاك بحثين الطلبة اللي هم هيكون عندهم مفيش تخرج. بالنسبة لمقرر المحاسبة الدولية عنده بحثين، يختار اي بحث من الاتنين يشتغل عليه في ضوء المعايير اللي قلناها، معايير التقييم اللي موجودة، وفي ضوء التعليمات اللي هنشتغل عليها كبحث. تمام، اتمنى ان تكون الدنيا واضحة بالنسبة لكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويحفظكم. خلي بالكم شوية من نفسكم، وقدر الإمكان يا شباب نحاول نحافظ على نفسنا وعلى أهلنا. ربنا معانا إن شاء الله، وأقابلكم على خير يا ولادي. ربنا معاكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظكم.